بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الكلمة التي هي بعنوان ثمرات العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من ثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل أن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، وقد جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، ما أثبته الله وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وأنت تقوم بدراسة أسماء الله عز وجل، تذكر أنك تقوم في ركن من أركان الإيمان، وهذا يدلك على عظم الأجر الذي يحصل عليه من يقوم بهذا الأمر. ثانيا، أن من ثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل دخول الجنة، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها كما بين سابقا، عدها، علم المعنى لكل اسم، عمل بمقتضى هذا المعنى. من آثار وثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل الأمن والطمأنينة، لأن المسلم حينما يسمع اسم الله الغفور الرحيم الودود تطمئن نفسه أنه يعبد رباً غفوراً رحيماً حليماً ودوداً. حينما يسمع مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، فيعلم أن الله الرب الخالق المالك المدبر المحيي المميت، يملك يوماً يدان فيه العباد بأعمالهم، إن هذا يعطي المسلم أماناً وطمأنينة في علمه بأسماء الله عز وجل. من آثار وثمرات الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته البعد عن المعاصي. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا دين الله عز وجل، ومنه العلم بأسماء الله عز وجل. من ثمرات وآثار الأسماء أسماء الله عز وجل الحسنى محبة الله، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من آثارها البعد عن المعاصي والذنوب. نعم، البعد عن المعاصي والذنوب، فإن من علم أن الله عز وجل يجازي بالسيئة، وأن الله عز وجل يعذب من كذب به ومن لم يؤمن برسله، وأن الله عز وجل صادق، وأن الله عز وجل وعده غير مكذوب، حينئذ يدفعه ترهيبا أن يبتعد عن المعاصي، وترغيبا أن يقبل على الطاعات وأن يسارع إلى الصالحات. هذه بعض الآثار العامة والثمرات العامة لمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. أما الآثار الخاصة، فكل اسم من أسماء الله له آثاره الخاصة به، هو حديث الدروس القادمة إن شاء الله. يؤخذ اسم أو أكثر من أسماء الله عز وجل، نعرف معناه والآثار المترتبة بعد معرفة هذا الاسم. اللهم كما أكرمتنا في بيت من بيوتك نتأمل في أسمائك الحسنى، اللهم فأكرمنا ووالدينا يوم القيامة
أن يكون حالنا يوم لقائك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد.